السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب وصبايا. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. محاضرة اليوم هي رح تكون إن شاء الله آخر جزء، رح نحكي عن الجزء الثالث اللي هو آخر جزء من مادة الفاينل. هي عبارة عن examples، مثلا root معين إيش suffix example ممكن إنه يجي معهم، مثلا suffix معين ايش الروت اللي ممكن انه يجي مع هذا suffix. ففي البداية خلينا نحكي عن two roots، عندنا الفايبرين والهيم. بالنسبة للفايبرين هو root والهيم also root، حكينا الروت ممكن يجي معهم combining vowel وممكن لا. هلا بالنسبة للفايبرين، الفايبرين ايش السفكس اللي عادة بيجوا مع الفايبرين؟ في عنا gen, lysis, او يو اس، هدول عبارة عن سفكس ممكن يجوا مع الروت فايبرين. ف gen هذا السفكس معناه producing، lysis destruction، او يو اس عادة بيجي معناها burning too، يعني فيما يتعلق به. فلما بدنا نيجي نحكي fibrin ونضيف لها الجن، هون بنحتاج باللفظ لما نحكي fibrin الجن، لا بنحتاج انه بنحس فيها صعوبة باللفظ، فبنحتاج combining vowel، combining vowel فهي الاو بنستخدمها، فبنحكي عنها fibrinogen. هلا لما نيجي نحكي fibrinogen كلياتنا عرفنا انه الجن هو عبارة عن producing، ففايبرونيجين هو عبارة عن fiber producing، تمام؟ بينما lysis عرفنا كلياتنا معناها destruction، فلما نحكي fibrinolysis معناها fiber destruction. ال OUS هاد suffix ممكن انه يستخدم مع الفايبرين، لكن بتلاحظوا اخذنا قاعدة السفكس يلي بتبدأ ب combining vowel فيها من أحرف الفاول يلي هو الأو، ما بنستخدم مع الروت أو بينها وبين الروت combining vowel. فهون رح نستخدم fibrin مش fibrino، فبنحكي fibrinus، أوكي fibrinus يلي هي عبارة عن pertaining to fibers، ما استخدمنا combining vowel. طيب بالنسبة للروت هيم، ايش السفكس يلي ممكن يجوا او بالعاده بيجوا مع هذا الروت؟ الهيم يلي هو طبعا كلنا بنعرف انه البلاد refer to blood او meaning blood. الجلوبين سفكس ممكن يجي مع الهيم، lysis و lytic و ridge. الجلوبين تيجي معناها عاده هي بروتين، lysis حكينا destruction، lytic also destruction بس لكن هم تيجي destruction بمعنى صفة، والهيموريج سوري او الريج اللي هي عنا بتيجي معناها ربد فلو، اور مثل ما رح نعرف الهيموريج شو معناها، يعني هي بتيجي بمعنى bleeding. فنيجي نركب الهيم مع هدول السفكس. لما نحكي hemoglobin معناها blood protein، اوكي هيموجلوبين معناها بلد بروتين. بات هيموليسيز لما نحكي هيموليسيز مين بلد ديستركشن، هيموليتيك also بلد ديستركشن لكن هيموليتيك حكيناها بنيجي زي انها صفة. لما نحكي هيموليتيك انيميا فور اكزامبل فهو فقر الدم الناتج عن تحلل الدم، اوكي هيموليتيك معناها blood destruction. hemorrhage، الهيموريج هون بيجي معناها rapid flow of blood أو bleeding اللي هو النزيف. طيب بالنسبة لهيمات أو sanguine، هدول برضو two root refer to blood. إيش السفكس اللي ممكن يجوا مع الهيمات؟ في عنا ologist بنحكي عنها hematologist أو ال IC اللي بنحكي hematic. لما نحكي hematologist
The definition of hematologist is blood specialist. Okay. لما نحكي عن الهيماتيك, the definition of hematic term is pertaining to blood, فيما يتعلق به البلد. Okay. لكن السانجوين عادة بتيجي معها السفكس ال OUS فبتصير sanguineous. لما نحكي sanguineous معناها pertaining to blood. Okay. هلأ نيجي للسفكس. في عنا السفكس site كتير رح يمرق معنا خصوصا بتخصصنا. السايت refer to cell. فإيش الروت اللي ممكن يجوا مع هذا السفكس؟ في عنا إريثر, ليك, ثرومب, جرانيول مثلاً أو جرانيول, هم في عنا بريفكس. فخلينا نشوف كيف ممكن نركب هذا الروت مع السايت. الحمد لله, سوري. فلما يجي نركب إريثروسايت في عنا هذا الروت, والأو هو عبارة عن الفاول, والسايت اللي هو عنا السفكس meaning the cell. فلما نحكي إريثروسايت معناها red blood cell. لما نحكي ليكوسايت معناها white blood cell. هاد كله راح تأخذوه وراح تستخدموها كتير خصوصا in hematology إن شاء الله. لما نحكي ثرومب أو ثرومبو اللي عنا ثرومبوسايت معناها clotting cell, granulocyte بيجي معناها granular cell, granulocyte معناها not granular cell. okay. بالنسبة لـ also عنا cytosis والبينيا. هلا هدول two suffixes لكن بالمعنى معاكسات. cytosis بيجي معناها too many but binia too few. okay. اذا cytosis هي عكسها binia. خنشوف ايش ال root ممكن يجوا معهم. لما نحكي erythrocytosis عنا الإريثر هو عبارة عن الروت ورح نستخدم combining vowel. فلما نحكي erythrocytosis that mean too many red cells. okay. too many يعني زيادة في عدد كريات الدم الحمراء. لكن leukocytosis too many white blood cells, thrombocytosis too many clotting cells, وهكذا. لكن بينيا حكينا هي في المعنى عكس السيتوسيس. لما نحكي ثرومبوبينيا هي انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء, too few red cells. ليكوبينيا too few white cells, ثرومبوبينيا too few clotting cells. وبالنسبة لآخر إكزامبل في عنا الروت السايت. السايت هون إجا as root ومعناها cells. هلا السايتوبينيا اللي هي عبارة عن إنه too few cells. لما نحكي عن pan cytopenia إذا استخدمنا معها prefix pan, إذا pan هو عبارة عن prefix بيجي معناه all. أوكي. فلما نحكي pan cytopenia هي عبارة عن too few all cells. okay. في جميع cells. إذا pancytopenia have all elements of term اللي عنا بالميديكال ترمينولوجي حكينا في عنا أكثر من element اللي هم عنا الرئيسيات ثلاثة بالإضافة للcombining vowel. فهذا example على term have all elements. عنا ال prefix pan, root cyto, ال suffix binia وال combining vowel ال o. okay. هلا ال suffix pioses بيجي معناه producing. فايش ال root اللي ممكن يجوا مع ال pioses؟
في عنا erythrocytes هو عبارة عن producing of red blood cells, leukocytes الوايت سيل producing, thrombocytes اللي عنا عملية إنتاج clotting cells أو ممكن نحكي عن البليتلت, الهيماتوبايوسيز هي عبارة عن blood producing in general. okay now في عنا الليمف. الليمف أخذنا عليها أكثر من example, هو عبارة عن root ممكن يجي مع combining vowel ممكن ما يجي, إيش ال suffix اللي ممكن يجي مع كلمة lymph أو مع root lymph. في عنا مثلا lymphadenectomy, هون هذا ال medical term have two roots, أخذنا هذا example من قبل, هو عبارة عن في عنده two roots اللي هو الليمف والأدينو, وفي عنا الكتومي. الكتومي هو عبارة عن السفكس معناها أخذناه من قبل surgical removal, فلما نيجي نحكي lymphadenectomy هي عبارة عن surgical removal of lymph gland. okay لما نحكي برضو adenopathy, الباثي مع تيجي بمعنى disease, ف lymphadenopathy هي عبارة عن disease in lymph gland. لما نيجي نحكي عن angiogram مثلا lymphangiogram هي عبارة عن record of lymph vessels. angioma في عنا هون برضو two root, example على two root and one suffix, ف lymphangioma هي عبارة عن lymph vessel tumor. ال suffix oma أخذنا معناه أكثر من مرة إنه بيجي بمعنى tumor, والانجيو هو عبارة عن vessel root, في عنا الليمف برضو root, فلمفا دي lymphangio أو lymphangioma هو عبارة عن tumor in lymph vessel. oma tumor لما نحكي lymphoma هو عبارة عن lymphatic tumor. okay ورم في الليمف. TIC لما نحكي lymphatic هي معناها pertaining to lymph فيما يتعلق بالlymph. تمام. في عنا برضو two roots الباث والسبلين. لما نحكي باث معناها disease, spleen يعني refer to spleen اللي هو عنا عضو من أعضاء الجسم اللي هو الطحال, فالباث أو الباثو with combining vowel إيش ال suffixes اللي ممكن يجوا معهم؟ ال genic واللوجي. لما نحكي pathogenic معناها disease producing, pathogenic إيش الممرض, إيش مسبب هذا المرض ال pathogenic. أوكي فهي عبارة عن disease producing. لما نحكي logy pathology هو عبارة عن study of disease. بالنسبة للسبلين لما نحكي splenectomy, ectomy كلنا نعرف معناها surgical removal of spleen لما نحكي splenectomy, لكن splenomegaly هي عبارة عن enlarged megaly, هذا السفكس أخذنا معناه من قبل اللي هو عنا increasing in size or enlarged, فالsplenomegaly هو عبارة عن تضخم السبلين, enlarged spleen. okay في عنا برضو الثايم refer to thymus اللي هو عنا الغدة الزعترية بنقولها, والتونسل اللي هم عنا tonsils خلينا نحكي عنهم اللوز. تمام. فإيش السفكس اللي ممكن يجوا مع الثايمس؟ السفكس ectomy أو oma أمثل على سفكس ممكن يجوا مع الثايمس أو الثايم, فمنحكي thymectomy هي عبارة عن surgical removal of thymus, وال ثايموما هي عبارة عن الثايموس تيومر, لكن التونسل هذا الروت ممكن يجي مع أكثر من سفكس, مع AR مع ectomy or itis. التونسل with AR نحكي عنها تونسلا, شفتوا هون مثلا السفكس أول أو السفكس هذا ابتدأ بحرف من حروف الفاول
سو ما بنستخدم combining vowel. فالتونسل مثل ما هي tonsillar تيجي معناها pertaining to tonsils. ectomy حكينا surgical removal، لما نحكي tonsillectomy هي عبارة عن surgical removal of tonsils. لما نحكي itis، الitis أخذناها كتير والكل صار عارف معناها إن هي عبارة عن inflammation، فلما نحكي tonsillitis هو عبارة عن inflammation of tonsils. Examples of prefix، أخذنا الـ a تعطي معنى الإزالة أو الـ without، okay. الـ hyper بيجي معناها excessive، لما نحكي intra بتيجي in or inside، تمام؟ مثلا a mastia، الـ a هي عبارة عن prefix فبتيجي معناها without breast condition. هايبرثيرميا، ثيرم هو عبارة عن الهيت، والهايبر اكسسيف فعنا اكسسيف هيت كونديشن. انتراماسكولر مثلا بتيجي معناها ان ماسل اور ريليتينج تو ان ماسل اور انسايد ذا ماسلز. اوكي، هيك بنكون انهينا مادة الميديكال تيرمونولوجي بحمد الله تعالى. ان شاء الله رح احدد لكم مواعيد لـ assignment ولـ exams، هم رح يكونوا short exam as quizzes خلال المحاضرات الجاي، رح أبلغكم قبل بوقت بحيث إنكم تكونوا دارسين المادة، وأي اللي عنده أي سؤال مش فاهم أي إشي بإمكانه يسألني، برجع بشرح برجع بعيد ما عندي مشكلة، أهم شي تكون المادة واضحة لإلكم، وحتى نحتسب إن شاء الله علامات المد، ولسه لما يعطوا قرار بخصوص علامات بخصوص مواد او امتحانات الفاينل ببلغكم ان شاء الله اول باول، وبتمنى التوفيق للجميع.